مساكم الله بالخير والعافية. نلتقيكم اليوم بحلقة جديدة وأكلة جديدة وشغل جديد. كلنا نسمع بمفردة دكة، لكن هي شنو أصولها؟ من جتي لحد الآن؟ ويا كل روايات لها. لكن كتكة، كلمة تكة هي أصلها إنه رصة أو جمعة أو نظمة، يعني شلون من نجيب الشيش اللي عندنا ونجمع به اللحم أو الدجاج راح يكون تكة. انتهينا منه. وأكو هي أكلة ثانية موجودة اللي هي تشيكن تكة، اللي هي الهندية يسووها تشيكن تكة، موجود سويتها أكثر من مرة، إن شاء الله بالأيام القادمة هم أعيدها ونشوفها. خلينا ناخذ مقادير التكة دجاج وتخميرها وشغلها، وبعدها نشرح عن طرق عملها. المقادير راح تكون عندي بالجو: صدر دجاج راح يكون عندي 1 كيلوغرام، اللبن 1 كوب، الراشي نصف كوب، الزيت نصف كوب، دبس الرمان نصف كوب كذلك، والشطة عندي، والنومي بصرة، والملح، وعيدان الشوي. بالإضافة إلى شنو عندي؟ بهارات التكة دجاج. ناخذها البهارات تكة دجاج وشوفوها وشوفون مقاديرها كذلك. اوكي، مقادير التكة دجاج، بهارات التكة دجاج، عفية عليك، بهارات التكة دجاج موجودة عندنا، شوفوها. هواية تفاصيل بها، عندي الكمون، عندي الكزبرة، عندي هواية مواضيع موجودة بها. ثواني وتكون وياكم على الجو. اوكي، هنا عندنا راح يكون عندي نصدر دجاج موجود، وعندي الراشي، وعندي خل التفاح او اي خل تريدون، دبس الرمان والزيت عفوا وخل التفاح، عندي هنا الشطة او الهريس، هنا عندي النومي بصرة والفلفل الاسود، والتوابل المخلوطة الكاملة اللي تكون كزبرة وكمون بها، والثوم والبصل والملح والبابريكا موجودة بها، واذا حبيت تضيفوا لها اي نوع حامض او شيء، ملح عندي، وعندي اللبن. اوكي، موجودة التوابل عندي. اوكي، ناخذها بالجو. هاي التوابل اللي عندي، عندي الثوم مطحون، وعندي البصل مطحون، والفلفل الاسود، والكزبرة والكمون والبابريكا والفلفل الاحمر. ممكن انه الفلفل الاحمر ما تستخدموه، اذا احنا استخدمنا الشطة اذا ما تحبوها حارة. الفلفل الاحمر راح يكون بطعم كلش طيب وياها، راح يعجبكم 100%. اوكي، هذا اللي موجود عندنا بالنسبة للتكة دجاج. خلينا أول شيء قطع الصدر دجاج والنظفة أول شيء. السكينة شوية حديناها، دائما نقول لكم السكينة الحادة مهم جدا انه نستخدمها بالشغل. نبدي قطع صدر دجاج اللي عندنا، نحاول نوخر منه يعني شلون اكو هاي الاطراف اللي تكون عندنا ممكن تسبب لي نوع من الزفر. هنا كذلك هذا اللي يطلع عندنا ممكن نسوي برجر دجاج، ممكن كباب الدجاج. الشكل هذا نقطعها. اللي تكون موجودة عندي دائما هاي الزوائد أشيلها. هنا لما يكون عندي شيء مثل هذا اللي موجود عندي، عظم كذلك موجود هنا. هنا نشيلهم. نبدي نقطع بيهم بالشكل هذا. شوفوا دائما نحاول نشيل هالمواضيع اللي تكون موجودة عندي بالصدر، وهاي ممكن تطلع عندي على الكباب دجاج او البرجر دجاج. الثوم كلش مهم ويا التكة دجاج. بالنسبة للبابريكا اكو هواية يستخدمون المعجون،
المعجون دائما يولد لي حرق، يعني شلون اللحم يحترق بسبب انه المعجون لما تصير عليه نار مباشرة فتبدي تحترق عندي التكة دجاج بالشكل هذا. هذا قلت لكم منضمه، خليه على جنب لان ممكن انه نستخدمه قلت لكم بالكباب دجاج او بشيء ثاني. هنا الويسك عندي راح يكون على مود اخلط بيه. قلت لكم هو كل شيء بالاكل او بانتاج الاطعمه هو عباره عن معادله. المعادله دائما لازم تكون متوازنه بشكل صحيح. الزيت يرطب صدر الدجاج، كنا نعرف انه صدر الدجاج هو ناشف. دبس الرمان الخل كذلك موجود عندي. الراشي. راشي ممكن استخدمه انا بالسلطة المشوية اللي عندي اليوم، سلطة مشوية تعتبر من السلطات المهمة جدا اللي تقدم في تونس وفي الجزائر وفي المغرب. حنخلي هنا الشطة او الهريس، النومي بصرة المطحونة طيبة كلش، ويا فلفل اسود. راح يكون هنا عندي التوابل اللي قلت لكم عليها اللي هي الخليط اللي كملناه كل اللي موجود عندنا، وضايف وياها البابريكا بشكل اكثر. البابريكا راح تغنيني هنا اول شيء السموكت بابريكا او البابريكا المدخنه راح تنطيني طعم، تنطيني كذلك لون. الملح موجود عندي، دائما هوايه دي يسالوني على التكه دجاج وطريقه عملها وشغلها. هنا نبدي نضيف اللبن. نبدي نخلط بيهم بهالشكل هذا. شوفوا احنا ما خلينا معجون لكن البابريكا انطتني هذا الحمار الحلو. وافضل دائما اني انه التتبيله تكون ثخينه، ويفضل انه تبات ليله، وممكن استخدام الملح الصيني اللي هو حوادق جلوميتات الصوديوم اللي هو يسرع انه الدجاج يبدي ياخذ بالنكهه مالته. كل هذا الزيت والراشي هنا راح يكون مرطب للصدر الدجاج اللي هو اصلا ناشف كلش. وقلنا كلمة تكة اي جمعة او صفة، يعني كمعلومة لها لهالكلمة، وهي اصلا اكو باللغه الهنديه كلمه تشيكن تيكا اللي هي الاكله الهنديه المعروفه. بالشكل هذا نقلبهم. خليهم على صفحه. اليوم راح نستخدم العيدان اللي نشوي بيها. هاي العيدان انا مخليهم بالمي، منقعهم بالمي، يتنقعون لفتره طويله بالمي على مود انه ما يحترقون عندي. لكن هاي العوده طويله
أنا أجي أقيسها على الطاوة ممكن تكون عندي طويلة، فأجي أكسرهم دائما أقيس مقياس واحد عندي وأقيس أن الكسر اللي كسرت عليه أول واحدة. الشكل هذا يكون عندي. ممكن إذا استخدمنا على إنه نشوي بيها يعني على منقلة أو شيء اعتيادي جدا إنه نخليها بدون ما نقطعها، لكن اليوم أنا عندي بالطاوة دائما كتكة دجاج أو قطع إذا سويناها حجمها شوية كبير يعني ضروري انه نتركها على النار ناصية مو نار عالية. نغسل الماعون هنا قبل ما نخلي بيه الاغراض دائما. أبدي أخلي القطع هنا دائما أنه إحنا بالمطاعم لما نبدي نشوي على المنقلة ضروري جدا أنه قبل ما نطلعها للزبون يعني نجينا شيشناها بالشكل هذا، قبل ما نطلعها للزبون نبدي نفتح هاي المسافات اللي بين قطعة وثانية على مدة تكون مستوية. كل هذا نشيشهم. طريقتها سهلة وما بيها أي يعني تعقيد. دائما نحاول لما نجي نشيش التكة نخيطها خياط بالشيش، يعني هاي القطعة ما اجي اشيشها هيك واخليها انه يعني شوفوا طايفة، لا، نجي من هذا الركن للركن الاخير شوفوا اصبحت ثابتة اكثر وندوسها نخليها بالطول تشيش مو بالعرض، ونحاول انه تمشي العيدان بيها بكل اللي موجود بداخلها. عم اكون مسيطر اني انه يعني من اقلبها ما تفتر عندي خصوصا على النار. هذا شوف يعني تجي عندي بهالشكل هذا شيشهم، شوفوا شوفوا يعني هسه من ما موجود عندي هيك من الجانب من الطرف للطرف ما اخليها انه تكون يعني قطعة طايفة من قلبها. شوفوا هسه هاي غلط نشيشها هيك، الشكل هذا خلي هنا نبدل الجفوف. دائما قلت لكم اني لما نشتغل بال يعني بالدجاج الني ننتبه على هالمواضيع. الشكل هذا ننظف السكينة.
هاي اللي خمرناها عفوا اللي خمرناها التكة نتركها هنا. ممكن تستخدمون زيت الزيتون بالنسبة اللي يريد دايت أو ما يريد زيوت، شوية زيت الزيتون، وحتى بالتقلاة مالتها ممكن قليل كل زيت الزيتون ونشتغل عليها. اليوم راح نستخدم زيت الزيتون احنا. اوكي ناخذ المقادير مالت الدجاج. هاي المقادير اللي عندي للتكة، دجاج قدامكم، صدر دجاج راح يكون عندي، واللبن والراشي والزيت ودبس الرمان والشطة والنومي بصرة والملح وعيدان الشوي. اللي عندي مقابل هذا كله عندي توابل التكة دجاج اللي شرحنا عنها. اوكي هاي موجودة عندي بالجو. ثوم والبصل والفلفل الأسود والكزبرة والكمون والبابريكا والفلفل الأحمر، وبالتأكيد الملح راح يكون من ضمن الثوابت اللي نستخدمهم. اوكي هنا دائما الراعي انه موضوع الطاوة اللي عندنا اللي نستخدمها ما تكون كلش حارة. احنا يعني كان ممكن انه بالايام القادمة نسوي هواية اشياء بالنسبة للشوي وبالنسبة للدايت. نبدي عموما زيت الزيتون، زيت الزيتون لما ياخذ درجة حرارة 180 بعد 30 او 40 دقيقة يبدي يتأكسد. موضوع انه يتأكسد مباشرة ماكو هيك شيء، فممكن نطبخ بيه اعتيادي. خليهم يستوون براحتهم. ما ننسى مركز وفر للتسوق اللي مقدم لنا كل ما نحتاجه، شكرنا وامتنانا لادارته، وهم الراعي الخاص بالبرنامج الخاص بيه بالتاكيد، وموجودين مفتحين، وكذلك موجود اني هناك اذا حبيتوا اي طلبيه او اي شيء عندكم هناك اني حاضر كذلك. نتركهم يستوون براحتهم ونبدي نعد السلطة المشوية. السلطة المشوية تعتبر من قلت لكم السلطات اللي موجودة بالمغرب العربي، أي تونس والجزائر كذلك والمغرب، بس أكثر شيء موجودة بتونس. يعني لما رحت هناك شفتها وشفت طعمها كلش طيب وحارة تكون، يستخدموها دائما طيبة كلش. ما اكو ناس يشيل السواد، قلت لكم انا ما احب اشيل السواد اللي موجود عندي بالفلفل. بالشكل هذا. خلينا نحضر الفلفل اللي عندنا. طيبة كلش. هناك لما تشترون ساندويتش، يعني لما تروحون تشترون ساندويتش مشويات او تاخذون المشويات، ضروري ومن الثوابت هي السلطة المشوية. لكن اليوم احنا قلت لكم دائما ممكن نضيف شيء اذا نحب. انا اليوم راح اضيف لها شوية دبس رمان، اضيف لها شوية راشي، راح تكون اطيب. خليها انه تنهرس.
كل هذا. كناس سوايا طبعا يطلعون حبوب الفلفل الحار، انا ما احب هنا اطلع الحبوب مال الفلفل، احب دائما انه تظل موجوده عندنا. شوفوا انه شلون يصير عندنا. ما بدي اجمعها، مبالي لازم يبقى موجود ويا تك الدجاج. أبدي أخلط هاي المكونات هنا. ما هاي كلش طيبة لو بدأوا إنه نبدي العراقيين إنه ندخلها ويا المشويات. يعني شلون ننزلها؟ فد مقبلات، تنزل شي مقبلات ويا المشويات راح تكون كلش طيبة. أبدي طبعا هاي كلها الفلفل، والمخرج يقول يذبلها على الشطة. أوكي البصل كذلك هم نخليه بمحضرة الطعام. البصل شوية زيت زيتون نخليله. أبدي الزيت زيتون والبصل ويا الفلفل ويا الطماط راح يكون كلش كلش طيب، ويا إضافة شوية راشي وشوية دبس رمان، فلفل أسود وملح. بدي نخلي هذا البصل المشوي بتونس موجودة وبالمغرب والجزائر كذلك. خلينا بعد ما نقلب التكة بعد إذنك ناخذ مقادير السلطة المشوية. عافية عليك. هي شوية زيت عمود لا تنشف هنا. اوكي هاي المقادير اللي عندي: فلفل حار مشوي نصف كيلوغرام، وبصل نصف كيلوغرام راح يكون عندي، راح يكون موجود كذلك، راح يكون دبس رمان 2 ملاعق طعام، والراشي 2 ملاعق طعام، والملح والفلفل الاسود والزيت الزيتون ممكن تضيفوه او ممكن لا، لكن الموضوع كلش مهم. حبيت تقللون بالفلفل براحتكم، بس البصل والطماطه خلوا الطماطه ضعف كميه البصل والفلفل، ضروريه جدا، لان يعني كنا نعرف ان الطماطه هي اللي تخلي يعني فالطعم طيب للسلطة. أهم شيء مية الطماطم نذبه هنا. هذا مية الطماطم هنا نذبه دائما. موضوع القشر ما قشر أنا ما أوخره، لأن دائما أنا أقول إنه هذا السواد ما شوي راح يكون كلش طعمه طيب. طماطم ملح عليها هواية شوية بعد. يعني ما أريد شوية ألح على الطماطم هواية.
طعم الشوي صعب ناخذه من اي شيء ثاني الا بالنسبه للكشور وطعم يعني طماطه مثلا. طماطه النيه ما راح تكون تعرفون هو يضيفوا لها هناك شويه تونه. يضيفوا لها التونه نوبات. النار لازم تكون عندنا مو كلش عالية. شوفوا هنا اللي يصير عندي عشان مال دبس الرمان موجود يبدي شلون يطلع خارج. شو نسوي له؟ دائما كلينكس عندنا. شوفوا هذا، شوفوا هذا ضروري انه نبعده، انه هذا يعني حرق، هذا حرق الشكر اللي موجود بدبس الرمان. ممكن انه نشيله نرميه يعني ما نستخدمه نهائيا، لان هذا هو دائما شوفوا حرق السكر يسبب لنا هالمشاكل. بالشكل هذا يعني اصفي كل شيء هنا وابدي ارجعهم هنا. طبعا حرقة الخل يعني النار اللي نتعرض لها الخل تسبب لي فد شيء يعني شلون يخنق، فدائما ابتعدوا عنها. هناهم صار عندي نفس الشيء، ارجع اضيف الزيت اللي موجود عندي هنا. نشوف اخبار سلطتنا، نضيف الطماطة. حبيتوا الزيتون الراشي الزيتون، الطعم لكم، بين قوسين الجو لكم وبراحتكم اللي تريدوه. خلوه يعني انتم تضيفون اي شيء، يعني مثلا راشي ازيد، زيت ازيد، انتم احرار به. ممكن تضيفوا له الليمون اعتيادي جدا، ما بي اي مشكله. نبدي هاي هناك لما تاخذون ساندويتش، فقبل الساندويتش يخلوا لكم يعني بالخبزه، عندهم خبز هناك اسمه خبز الملاوي. خبزه الملاوي تكون مثل المستطيله، يخلوا لكم بها هاي نوبات ياكلون ساندويتش بس خبز ملاوي والسلطه المشويه. لكن احنا اليوم قلت لكم راح نغير شويه، راح نضيف لها شويه دبس رمان. راح يكون عندي الراشي كذلك. ملح، ما خلينا ملح، نعرف الطماطم المشويه دائما تحب الملح. فلفل اسود وزيت الزيتون شوية، وممكن نبدي نخلطهم بالشكل هذا. راح تكون كلش طيبة. ريحتها كلش طيبة وراح تكون عندكم بالأيام القادمة، راح تكون هاي عندكم من ضمن الثوابت ويا المشويات. كلش طيبه وطعمها طيب وطعم المشويات بيها. حتى اذا حبيت تضيفون باذنجان ضيفوها، بس هاي اجتهاد من عندنا. بس كاصول كشغلها اشتغلتها انه هيك اعتيادي، حتى ما يخلوها لا راشي ولا يخلوها دبس الرمان. لكن انا اليوم حبيت انه شلون انه اغير بيها ونضيف اللي يعجبنا دائما. احنا كنا نحب الراشي اكيد. نعم فيه.
اي ما بيها ثوم. طبعا المخرج يسرع يقول ايش عجب ما بيها ثوم. اوكي خلينا ناخذ مقادير. مقادير ناخذ مقادير تكه دجاج. اوكي خلينا ناخذها. هاي المقادير. هاي المقادير اللي عندنا بالنسبه لتكه دجاج. وايضا نشوف تتبيله بهارات التكه دجاج هم موجوده. هاي اللي موجوده بالنسبه تتبيله التكه دجاج والبهارات. البهارات طيبه راح تكون خصوصا الكزبره كلش طيبه ويا الدجاج، احبها ويا الدجاج. فيها البابريكا هم. الشكل هذا. شنو معور هذا؟ الشكل هذا. هذا هاي السلطة المشوية. نضيف شوية زيت زيتون. رشة الفلفل الأسود. هذا الدبس الرمان. هم عليها. راح يكون طيب وياها. نضيف لها شوية ريحان. نضيف الميز. ألفين عافية. هذا خلص بالنسبة عندي السلطة المشوية. خليني النار طافية. خليني أرتب العيش اللي عندي هنا. ما قلت لكم عندهم خبز اسمه الملاوي وخبز مباطون، هواي انواع خبز عندهم خصوصا الملاوي من اطيب انواع الخبز. ان شاء الله بالايام القادمه ابدي اسوي هنا الملاوي. راح يعني الملاوي ويا هالسلطه حتكون اطيب شيء تاكلوه بحياتكم. كلش طيب خبز الملاوي. نبدي نخلي ريحان هنا، طبعا ريحان مغسول عندي وملح وصودا بالتاكيد عندي بكربونات الصودا. دائما خلوا الخضروات بمي وملح وراها ايش اريد منكم؟ خلوها بمي مثل هذا راح تحافظون عليها. اوكي ناخذ اتصالات. اوكي الارقام موجوده عندنا اسفل الشاشه. خابروا ونسولف وسألوا على كل ما تحبونه وأني حاضر.
هذا جهزناه هنا. ندي الشكل هذا وبدت تستوي عندي التكه دجاج وطيبه وسهله طريقتها ومو الا عندكم انه تريدون انه شوايه او منقله يعني بالطاوه حصير عندكم كلش طيبه وسهله. شكرا هذا هذه اخير شيء اللي عندي موجود. شفتوا صارت؟ طبعا هاي شويه عندكم تنتبهون من تسووها لوجود الشطه بيها والخل التفاح او الخل الابيض اذا كان موجود بيها، شلون يخليكم على طول انه تعطسون. عندي اتصال؟ فاطمه من كربلاء، السلام عليكم فاطمه. الو، شلونك فاطمه؟ بخير الحمد لله. شلون الله يخليك اختي العزيزه، ممنون. بخير. ايوه، اما ممكن سؤال؟ تفضل يا ابويا. البيتزا. شنو عيوني؟ البيتزا مقادير البيتزا تأمرين امر. مشكورة. على عيني وراسي ابويا. هاي مقادير البيتزا راح تكون معك. اوكي. البيتزا ام حيدر من بابل. السلام عليكم. عليكم. اهلا ام حيدر، شلونك؟ شلونك شيف؟ شلونك ابويا؟ شلون صحتك؟ يعطي الصحة وعافية. يحفظك ويخليك. الله يرضى عليك امي، طول عمرك. طبعا اكلاتك كلش طيبة. فدوى لعيونك، صحة وعافية عليكم ان شاء الله يا رب. يخليك ويحفظك، بس بلا امر عليك، ردت عجينة مال فطائر. بعيوني تأمرين امر. لا تأمرين الله. امر على عيني وراسي. شكرا جزيلا. على عيني وراسي، شرفني اتصالك ابويا. اوكي. نخلي شويه، نختار دائما قطع الفجل يعني نشوف الصغيره نشكنمه يعني بين قوسين. ابو محمود من سامراء، السلام عليكم. السلام عليكم. شلونك عيوني؟ شلون صحتك؟ الله يسلمك، مشتاقين. الله يرضى عليك. من الله لك وكادر قناة الرشيد من رأس العراب الموظف الاستعلام. تفضل عمرك، الكل يحييك ويقدم لك كل الاحترام ابويا. الله يسلمك، طبعا احنا متابعينك ومتابعين قناتك يعني برنامجك الراقي حقيقة. الي الشرف، الي الشرف. فعلا ممتنع حقيقة، تقدم شيء يعني حتى انا اللي ما اعرف اطبخ هسه بديت اتعلم. الي الشرف، هاي شهادة اعتز بها ابويا. والله شهادة اعتز بها، هذا انجاز يعتبر بالنسبة لي. ايش ده تطبخ؟ ايش طبخت هالايام؟ والله شيف حقيقة، انت الدجاج الشوي ايش قد نقول سهل وهذا، ايه بس حقيقة ما اعرف ليش بالبيت من الشوي ما يطلع نفس الطعم مال السوق. اوكي، انت تسويه وين؟ بالمنقلة لو تسويه بالفرن لو وين؟ والله مرات ام محمود تقول لي راح تخربط، انت يلا انت تسويها ما يخالف اشتغل، اسويه بالفرن. بالفرن. قلت لكم اني دائما الدجاج نسوي له التخميره اللي هي عباره عن الخضروات اللي نضربها بالخلاط وياها دبس الرمان وياها شويه الزيت، نخمر نعوفه يتخمر، بعدين لما نشويها اول شيء نسلفنها ونخليها تستوي، بعدين نفتحها ونخليها تتحمر والصوص نعوفه عليها دائما. ابو محمود حبيبي انا اشكرك شكرا جزيلا. قلبي يعني دائما توضح لنا
خواتنا خصوصا المحمود، ترى الرجال هم يعرفوا يطبخون، اذا هذا الشيء موجود يعلقنا احسن من طبخ 100 مره. على عيني وراسي للشرف، وان شاء الله اسوي لي جيه السامره واشوفكم واتشرف بشوفتكم يا رب العالمين. كل قناه الرشيد يعني حقيقه يجون يشرفونا. والله مشهودات لكم وبيتهم هو سامره. مشهودات لكم اهل سامره، هالكرم موجود عيوني انت. قلبي 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 ابو محمود، شرفني اتصالك ابويا. اوكي، احمد من السليمانيه. احمد شلونك؟ عيني 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 شيخ، شلونك اخبارك؟ شلون صحتك احمد؟ من وين؟ من السليمانيه. والله ها يعني اصلك سليمانيه؟ لا والله انا اصلي من جرف الصخر نازح بالسليمانيه. على عيني وراسي اشرب بك، اقول لك عيني يا طيب. عيني قلبي يا طيب قلبي. شلونك شلون صحتك؟ الله يسلمك يرحم والديك. والله بس الله يرضى عليك. امر امر عيني. ليش بالنسبه للحم، اللحم الاحمر او الباتشا او فتشي، اذا نطبخه بالقدر هذا البخار الضغط ما تبقى بيه دسومه؟ بس بتعرف ليش ما يبقى بيه؟ شنو دسومه؟ دسومه يعني دسومه تقل هيك، يعني يصير مثلا مو طيب مثل ما نطبخه قبل مثلا على النار او بالجدار الاحتياجي. شوف شوف احمد، هو عموما الطبخ على نار هاديه اطبخ من يعني اطيب من كل شيء. عفوا يعني مثلا سابقا لما كانوا اهلنا يسوون الباتشا يسووها على التشوله الصغيره، تتذكر؟ مبلي يعرفوها ليلة كاملة بالضبط. صح. موضوع جدر الضغط، انت ما تنطي ما تنطي يعني شلون يستوي بسرعة، ما تنطي المونة انه يدخل بالمراحل انه يذب مونة وياخذها ويرد يستوي بيها، هي هاي المشكلة. لا. اللي عندك بيها. صح. عمري انت عمري عمري. تسلم 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 على عيني وراسي ابويا. انت سلام سلامي لكل اهلنا بستيمانية، وامي كذلك هم بستيمانية يمكم، سلامي لكل اهلنا بجرف الصخر. عيوني عيوني شرفني اتصالك ابويا انت. اوكي نعيد شلون سوينا تك دجاج. جبنا الصدر دجاج قطعناه، ورا ما قطعنا الصدر دجاج دائما نوخر منه الدهون، نوخر منه الاشياء اللي بيها دم. بعدها نبدي نخلي الخل ونخلي اللبن والراشي ودبس الرمان والتوابل اللي قلت لكم عليها اللي تخلطوها. يفضل انه تزيدون البابريكا، البابريكا زيدوها البابريكا، خصوصا اذا لقيت البابريكا المدخنه او الخشنه المدخنه كلش طيبه وتنطيني لون وتنطيني طعم. انتهينا منها، خليناها تتخمر، شيشناها بشيش منقعيه بمي فد يعني على الاقل انه في 6 ساعات 7، سويناها بالطاوه وصارت بهالشكل هذا. خلينا الخضار وياها وخلينا الفجل والسلطه المشويه. السلطه المشويه سويناها من نيش فلفل حار وبصل وطماطه. الطماطه لازم تكون ضعفهم. اوكي حبيت تخلون الفلفل حار انتم احرار، خلون فلفل بارد انتم احرار كذلك. شو عندي يعني طماطه تكون ضعفها، المي مال الطماطه ما اريده يوقع، خلوها بكاسه خلوها شويه تبرد. راح اذب ميها، ميها نستخدمها بزيت زيتون شويه وشويه راشي ودبس رمان وفلفل اسود وملح، وخلطناهم بيش هيك بالوفاء. وفاء شلونك بابا؟ هلا عمر شلونك؟ شلونك اخبارك حبيبتي؟ شلون صحتك؟ الله يخليك زين الحمد لله. الله يطول عمرك بنيتي. شلون صحتك اخبارك وضعك؟ والله بخير الحمد لله. زين الحمد لله. عليك على الكادر. الله الكادر كله يسلم عليك، كل الموجودين يسلم عليك ويشرفون ويسلم عليك. ابويا انت اعلام اعلام. الله يرضى عليك. الله يرضى عليك بنتي، شرف لي شرف لي يا بنتي العزيزه. الله يرضى عليك عيوني انت. صحتك معنوياتك شلونها؟ المعنويات شلونها؟ تحيه لك، تحيه للشباب البوكنترول والمصورين. الله حتى المخرج يحييك امانه، يعني سلم عليك بالاير بي، سلم عليك وكل وعلي ثائر المصور كذلك وكل ما موجودين دائما يتعاطفون باتصالك. عيوني انت عيوني عيوني عمو حبيبتي وفاء. الله يرضى عليك ويخليك ابويا. سحر من ميسان، شلونك اخت سحر؟ الو السلام عليكم. شلون صحتك اختي؟ شلون صحتك؟ شلونك شيخ عفان؟ الله يرضى عليك ويطول عمرك. الله يخليك. عيني. مبارك. والله ماشي الحمد لله، اذا انتم بخير انا بخير. شلون وضع اهلنا بالعماره؟ شلون وضع اهلنا؟ اسلم عليك. الي الشرف. واسلم على قناه الرشيد. كل الكادر يسلم عليك بالتاكيد.
مثلا على المصورين وعلى المخرج وكل المصور موجود يحييك والمخرج وكل ما موجود من طبعا انا اسلم على مصطفى وغالة وحسناء ومحمود طبعا قاعد تفعليهم بس ما جاي احصنهم تحياتي لمصطفى الهالة يعني حسناء ومحمود وكل زملائنا يوصل بالتاكيد وهم يحيوك من مواقعهم بالتاكيد على عيني وراسي اختي العزيزه شرفني اتصالك طبعا دائما انا يسعدني اتصال وفاء تحياتي لك يا بنتي وان شاء الله دائما تكونين يعني صحه وعافيه وتكون معنوياتك عاليه وصحه وعافيه عليك يا رب العالمين. اوكي خلينا اوكي نور نور من ديالى السلام عليكم نور شلونك؟ وعليكم السلام انا شيف عرفان شلونك؟ شلون صحتك الله يرضى عليك ويخليك؟ الله تعاشت ايدك على هاي الطبخات الطيبة يطول عمرك يطول عمرك اختي العزيزة حبيت اسال اذا ما تصير زحمة حبيت سؤال اسال تفضل يا ابويا اريد الصلصة مال السمك المشوي تؤمرين امر بعيوني بس على عيني وراسي هسه حقول لك اياها على عيني وراسي اختي مع السلامة الله يخليك بالسلامة أبويا دائما دائما السمك المشوي غير الملح والنومي حامض ماكو تريدون أقول لك يا تأمرين اللي نشتغلها والناس يشتغلوها شوية كاتشب وكمون وعصير حامض شوية ملح قليل ولمن دوزي يصير كلش حامضة أعيدها كاتشب شوية كمون لمن دوزي وعصير حامض وشوية ملح الملح على مود يوازن بس ما راح يبين عندك هوايه وتكون ثخينه شويه حاولي يعني مثلا تخلين كوب كاتشب وتضيفين اضافات عليه قليله خلي طعم الكمون شويه مو كلش قوي شيء قليل ودهني بها السمكه وتؤمرين امر صحه وعافيه عليكم يا رب العالمين. شكرا لاتصالك. ام حسن من بغداد السلام عليكم ام حسن شلونك؟ عليكم السلام عين شلون صحتك الله يخليك اختي عاشت ايدك على هاي الاكلات الله يرضى عليك ويخليك طول عمرك امريني وعليكم السلام عين شلونك والله الحمد لله الحمد لله والشكر امريني والله برمضان ما خبرت عليك ها سلامتك عين الي الشرف الي الشرف على هاي الاكلات كلش طيبه والله الي الشرف هاي الشهاده اعتز بيها واشيلها على راسي اختي العزيزه شكرا لك عيني انت اسيل من كربلاء السلام عليكم اسيل شلونك؟ وعليكم السلام شلونك شيخ؟ شلون صحتك الله يخليك اختي؟ الحمد لله والله رحت يوم الخميس دعيت لكم وشديت لكم الله شكرا لك شكرا الله يتقبل الدعاء يا ربي ويتقبل الطاعات يا رب العالمين وشكرنا وامتناننا لك حتى هدايا جبت لكم اياها الله يرضى عليك من نجي لبغداد اجيكم اياها نتشرف بيك اختي العزيزه وشكرا لك اريد بس هاي مال الهريسه قد يوم سوينا حتى عم نسويها ثواب هالايام اسوي الهريسه وتامريني امر بعيوني تامرين امر بس لازم ندي البرنامج ب 12 بالليل و5 الصبح نختم ان شاء الله يعني طول الهريسه طول تامرين يوصل سلام الكادر وكل اللي موجودين تحياتهم لك شكرا لاتصالك شكرا على الهديه اللي جبتيها لنا اوكي وصلنا للختام اوكي ناخذ المقادير نرجع ناخذ مقادير تك الدجاج والبهارات وناخذ كذلك مقادير السلطه المشويه اوكي هاي تك الدجاج راح تكون عندي بالجو موجوده صدر دجاج راح يكون عندي 1 كيلوغرام راح يكون عندي اللبن 1 كوب والراشي نصف كوب الزيت نصف كوب والدبس الرمان نصف كوب والشطه راح يكون عندي 2 ملعقة طعام والنومي بصرة 1 ملعقة طعام والملح موجود عندي أكيد هذا ما موجود عندي العيدان الشوي من اليوم أوكي ناخذ البهارات اللي خاصة بالتكة الدجاج راح تكون كلش طيبة خلطوها الثوم مطحون والبصل مطحون والفلفل الأسود والكزبرة والكمون والبابريكا يفضل إنه البابريكا اللي ندخنه اللي هي تكون باردة بس مدخنة طعمها كلش طيب والفلفل الأحمر وناخذ بعدها السلطة المشوية عفوا فلفل حار مشوي
تقدرون تبدلوه فلفل بارد اعتيادي جدا، بصل مشوي، طماطم مشويه، دبس الرمان، راشي ملح، وفلفل اسود. ختامها مسك مع كل الكادر المحترم المحترف اللي وياي دائما ويساندني بالبرنامج. تحياتي لكم واحترامي لكم على متابعتكم للبرنامج خاص بي. انتظروني غدا، انا الشيف عرفان، حلقه جديده واكله جديده في مال الله.